نحن عم تسألونا عن التأنين. نحن قطعنا مرحلة التأنين، صفينا بمحل خزاناتنا فارغة وموتوراتنا عم تطفي، ما فيها مزود وما في مصدر نعبي مزود. وإنا بتعرفوا إنا فترة عم نقول عم نعيني وعم نصرخ أعطونا مزود لندور للناس، أعطونا مزود بالسعر الرسمي وأعطونا ساعات كهرباء تغذي 10-12 ساعة حتى ما نقعد الناس ولا ساعة على العتمة أو ساعة بالتأنين. بس ما حدا عم برد وما حدا عم بجاوب. هلا بتسأليني وين واصلين؟ هلا اليوم أنا عم بحكي أنا وياكي، هلا رح تشوفي على الإعلام المناطق المطفية، كل المناطق بدون استثناء بلبنان بلشت تطفي. خليني أقول لك، إذا العاصمة بيروت طفيت من يومين، كيف الضواحي وكيف الأطراف؟ يعني الأطراف اللي هي عكار وطرابلس والبقاع وبعلبك، مش هيك؟ الهرمل وخد سور وصيدا. هلا اليوم عندك جديدة، عندك السد، عندك المنصورية، عندك جرد علي، عندك منطقة، يعني إذا بسميلك ما بقدر أوقف، عندك الأشرفية، عندك بعين الرمانة، كل المناطق عم تطفي وما عاد في استثناء، والوضع من سيء لأسوأ. اليوم التانكة قدي عم تنحسب أسعار صرف السوق الصارمة بالمناطق، قديش عم تتراوح؟ عم يطلبوا فيها 300,000، مش عم بتلاقيها تانكة المزود، وهي حقها 65,000 بالسعر الرسمي. ما نحن قلنا ما ترفعوا الدعم عن المزود، تركوا الدعم عن المزود حتى ما تطلع الفاتورة على الناس. رفعوها على 3900، كانت شهر الماضي 400,000 500,000، مثل ما طلعتوا هلأ رفعتوا الدعم عن المزود حتصير مليون ليرة. نحن شو ذنبنا؟ نحن أصحاب المولدات رفعنا الدعم على المزود؟ ولا هني رفعوا دعم على المزود؟ بعدين 30 و35 ألف ليرة، هودي شو عم بيروحوا؟ هاو عم بيروحوا لصاحب المولد ما له استفادة فيهم، هاو عم بيروحوا يندفعوا حق مزود. والناس هون بدها تعرف. وتيك مرة قلت له الأستاذ توني، احنا ما مسعر، وزارة الطاقة اللي بتسعر، وزارة الطاقة اللي بتسعر، وزارة الطاقة بتحط أرباح. يعني اليوم كأصحاب مولدات عم بتلوموا وزارة الطاقة؟ طبعا عم تحطوا الحق عليها، انتوا ما دخلكم وزارة الطاقة هي اللي عم تساعد. طبعا واصحاب المولدات هم الشرفاء. نحن ناس عم نشتغل بحق الله، عم نجي نسكر عجز الدولة وفشل الدولة لنضوي للناس. جينا لنبلش نعطي 4-5 ساعات، اوكي، قلبت الآية، صارت مؤسسة كهرباء لبنان بتعطي 2-3 ساعات، وصرنا مندور نحن 20 و22 ساعة. بقى نحن بنحمل وزارة الطاقة طبعا موضوع الكهرباء، نحن مسؤولين عنه، في وزارة اسمها وزارة الطاقة، مؤسس كهرباء لبنان هي اللي مسؤولة عن تأمين المزود وعن تأمين الكهرباء للناس.